نروح مرة أخرى لمنتخبنا الوطني ونتكلم أيضا على النادي الأهلي بكل تأكيد، بس أنا هتكلم كمان مع ضيفي العزيز واحد من أساطير الكرة العربية عن منتخب مصر، وأكيد هكلمه النهاردة عن النادي الأهلي ومواجهته أمام فريق بالميراس، النجم الكبير جدا واحد من أساطير كرة القدم التونسية والكرة القدم العربية الكابتن زبير بيا. زبير بيا، كابتن زبير صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح النور كابتن كريم، تحيه ليك وضيوفك والساده مستمعيك ومشاهديك كلهم. اهلا بيك يا فندم، نتشرف جدا بتواجدك معانا. وانا بعد اهلا وسهلا. اشكرك يا فندم. طيب الاول، مواجهه النادي الاهلي وبالميراس النهارده شفتها ازاي؟ شفتها بصراحه بشويه نرفزه، شويه عصبيه، توقعت اكثر من النادي الاهلي، توقعت اكثر من موسيماني، اكثر تحضيرا للمباراة، أحسن اختيارات. ليش ما لعبنا نص ساعة الأخيرة بعد 2-0؟ ليش ما كناش في فترات من الشوط الأول نروح على الهجوم بالشكل المطلوب؟ على كل، أنا عتبي كبير على موسيماني صراحة، يعني على اختياراته، على عدم إشراك محمد شريف، على الأقل محمد شريف، يعني محمد شريف كان يحتاج للمشاركة، الأهلي كان يحتاج لمحمد شريف في ظروف البطولة هذه، في ظروف المباراة هذه. الثلاثة ورا ممكن نجحت مع مونتيري، مش بالضرورة اليوم تنجح. طبعا ما كانش موفق في اختيار أيمن أشرف، في الإبقاء على أيمن أشرف بعد فيني في الشوط الثاني. على كل، اجمالا باش ما نبالغش، نقول انه الاهلي ما لعبش المباراه اللي المفروض يلعبها كرويا تكتيكيا على جميع الاصعده. ترجع هذا بالاساس حسب رايي لاختيارات موسيماني. مره اخرى نقول محمد شريف، مره نقول وقت اكثر اعطى وصبر على طاهر وصبر على الشحات اللي للامانه ما كانوش في المستوى أو في حجم هذه المباراة، يعني أداءنا مش أسماءنا، أسماءنا كلنا نتفق أنه أي لاعب موجود في النادي الأهلي إلا وعنده القيمة وعنده القدرة أنه يضيف شيء.